يعني حق شكل حق شريكي على البنت. بعد هلا عمي. هلا بنيتي. هلا يبا. تم نور المحل. وجودكم هلا هلا حبيبي. هلا يبا المبارك. ما شاء الله شيء حلو، الديكورات جميله، الامور مرتبه عندكم ما شاء الله تبارك الرحمن. تعلمنا منك. عسى الله يوفقكم ايوه ان شاء الله. تمين عمي. روحي يبا جاب شلونكم؟ ايه جابلوني. بعد الرقه. اي تفضل يبا تفضل. تشرب شيء؟ لا 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 مشكور حبيبي بارك الله فيك يبا. هذه شوي اغوى. حجر ويكون شيء مميز. صالح. هلا عمي. عامر عمي. في مبلغ نسحب من رصيد المحل. خصوص شنو؟ عمي بدر هو اللي سحب المبلغ. وبدر من متى يسحب؟ من غير ما يبلغني. عمي أنا عبالي عندك خبر. زي اسمع. أنا يوم طالع. ماكو أي مبلغ ينسحب من المحل إلا بعلمي وموافقتي، مفهوم؟ إن شاء الله. ترى ذبحتني كلمة والثانية فلوسي وفلوسي. أنا ترى يبا ماني فاهم شو المشكلة. قلت لك فلوسي تعبي شقاي وسحبتهم علشان أشتري المحل. ليش محسسني اني حرامي؟ ما انا طول عمري اسحب من الفلوس وما حد حاسبني. ايش معنى الحين؟ ايش معنى الحين؟ المبلغ اللي سحبته مو شويه، المبلغ اللي سحبته عود، وانت تدري زين نص فلوسنا موجوده بالسوق مجمده، يعني ما عندنا سيوله نتصرف فيها. تقوم تتصرف وتسحب هالمبلغ من غير علمي، من غير ما تقول لي. حد يعني في احد يستاذن قبل لا ياخذ فلوسه؟ غير شغله هذه. كذي يا بدر بس تذكر لك انت اللي بديت، سمعت؟ انت اللي بديت. يبا ارجع واقول لك فلوسي تعبي شقاي ما ابي احد يشاركني فيهم، سحبتهم علشان اشتري المحل وعشان يكون في سيوله. ايش فيك؟ خير سالفه هذه بعد.